دعم القصيرة للكويت، وإن شاء الله أزودكم تغذية جميلة تعجبكم أيضا. حياكم. هذا المكان اللي تستأصل فيه الدعوة الله يعطيهم الف عافية ستكون حول جائزة المبادرات الشبابية التطوعية والإنسانية، وراح يكون في أكثر من 125 مشارك، وأتشرف حقيقة أن أكون معك، وأعتقد أنها على شرف ورعاية معالي وزير الإعلام الكويتي، وإن شاء الله راح أعطيكم تغطية كاملة عن. أهلا بكم في مطار الملك خالد بالرياض. إيش النقطة اللي بوصل لها؟ أن مثل هذه المبادرات دائما ما تعزز كثير من القيم المجتمعية، وهذا شيء حلو في أي مجتمع كان. والمشاركة الفعالة على مستوى المستفيدين أو على مستوى الحضور يعتبر شيء إيجابي في حياتهم، وهذا الشيء يعزز من قدراتهم وإمكانياتهم. فالمبادرات التطوعية والإنسانية هي التي تخلق القدرات والمهارات في الإنسان، وتخلق أجمل بيئة إيجابية ممكن أنك تستفيد منها على المدى الطويل والبعيد. وهذه الجوائز تحفز المجتمعات لكثير من المبادرات، هم يرجون يعني أجر الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا ولا تنسى نصيبك من الدنيا في المنافسة، لأن المنافسة الإيجابية في مثل هذه المبادرات تجعل الجودة أعلى، وكذلك إبداع في مثل هذه المبادرات التطوعية. وعلى فكرة بيجي وقت يقاس الإنسان بحجم تطوعه وحجم مبادراته المجتمعية اللي يقدمها، لأنك في آخر مسطرة الحياة ستلجأ وتفرح. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك البر والتقوى. Tampering with smoke detectors or non-adherence to these directions is a criminal offence under national law and international civil aviation regulations.
لله وصلت الكويت العاصمة، وأبشركم الأمور طيبة والأجواء جدا جميلة كما عهدنا عاصمة الكويت، الكويت المحبة. وصلنا الغرفة والحمد لله على السلامة، شكرا حقيقة. وصلت الكويت وأعشق حقيقة الكويت وهذا، لكن في واحد منهم رجل اعتبره عرابي في الإعلام، ماضي الخميس. حياك الله. ماضي أعتقد أنك كانت من الناس الذين لك له بصمة جميلة جدا. الحمد لله. والإعلام الكويتي والإعلام العربي على وجه الخصوص، بعطيكم وش المشاريع اللي يسوونها عشان نستفيد. أميز مشاريعك. يعني طبعا أهم شيء الملتقى الإعلام العربي اللي صارنا 14 سنة نسويه الآن. يعني كل سنة في شهر 4. اثنين الان من المشاريع اللي انا احبها جائزه مبادرات شباب العمل التطوعي والانساني، هذه اللي قاعدين اللي قائمه الان، القائمه الان جائزه مهمه. وثالثه عندنا ملتقى الاعلام العربي للشباب، هذا نسوي 6 سنين في مصر وشارك فيه الاعلاميين الشباب من كل العالم العربي، وايضا في حضور وتفاعل. عندنا 4 ملتقى قادة الإعلام العربي، هذه سوينا 5 دورات، كل دورة في بلد معين، سوينا في البحرين، سوينا في مصر، سوينا في الكويت، في كذا دولة. عندنا ايضا بالكويت حفل تكريم الاعلاميين، كل سنه نكرم مجموعه من الاعلاميين الغير كويتيين والكويتيين اللي خدموا الاعلام. يعني هذه تركز فيها على المميزين اكثر من 20 سنه، من اكثر من 20 سنه في مجال الاعلام، في مجال ايا كان، سواء كويتي او غير كويتي، المهم اشتغل في الاعلام الكويتي. إضافة إلى تكريم إعلاميين اللي تركوا الكويت اشتغلوا زمان مثل الكويت، نحاول نبحث عنهم ونسعى لهم ونجيب مجموعة منهم يعني وفاء لهم. أعتقد أنها قمة الإنسانية. يعني الحمد لله في اللي خدم واشتغل وقدم يستحق أن نقول له شكرا ولو بعد حين، يعني لأن في ناس يعني علمت. عندنا أيضا ملتقى الإعلام والتكنولوجيا والاتصال، وهم الملتقيات الجديدة اللي سويناها ولكن مهم وحي وفعال وفي حضور يعني كل سنة. 7 جائزة الإبداع الإعلاني، وهي جائزة تنافسية بين قطاعات الإعلان المختلفة، وهي نشاط جدا جميل بين القطاع الإعلاني الإبداعي. في شيء بقوله لكم خاص جديد، ابو عبد الله يبي يصرح فيه هنا وبحط بعد شوي سنابه. انت بقوله والله بقوله. اي والله بقوله. شوف هذا مشروع من احلامي. جميل. من الأحل... يعني اللي فعلا راح اقوله بالسنة. خلي مفاجأة. تعبت عليه علشان اسويه. هو اسمه قمة القادة. قمة مهمة في تأهيل القادة، فيها يعني رموز من القيادة في كل فيها رموز من القيادة في كل المجالات، كل قائد في كل مجال راح يكون تجمع كبير وفريد، وراح أعطيك إعلان عنه مخصوص عن هذا الموضوع. يعني إيش قصدك؟ يعني مهم جداً، إيه راح يكون مهم جداً لشخص، لكل شخص في مجال القيادة أو يبي يتأهل إنه يكون قائد، كيف يتأهل؟ راح في تدريب بس راح تكون يعني بحضور رموز في القيادة انشهرت في كل مجالات، من السياسة والإعلام والفكر والرياضة ويعني ما والاقتصاد وغيره. أبو عبد الله الله يوفقك حبيبي، أنت مثل حقيقة حقيقة الشاب شاب أنت ولا ترى؟ والله إحنا قاعدين نشغل وقت فراغنا. والله إنك شاب، والله إنك شاب. والله إننا نفتخر فيك أبو عبد الله. أي واحد تحت 40 شباب الحمد لله، لما نوصل 40 ورني بطاقتك، ورني بطاقة خلينا نتأكد عشان ما تحرجنا مع الجمهور اللي عندنا يا أبو عبد الله. شوفوا عشان تعرفون والله مثل هذه النماذج والله الناس قادرة على شيء كثير، وعندنا شباب جدا مميزين. أبو عبد الله من النماذج اللي أنا أفتخر إني خويه.
أنا بقول متابعينك شيء. إحنا أيوة. أنا وفريق الشباب يعني نشتغل بروحنا. أيوة. يعني إحنا مو حكومة ولا شيء. إحنا خلاص نصنع إرادتنا بنفسنا. أيوة. لا تنطر أحد إنه يقدم لك شيء أو يطق بابك يقول لك تعال سو. أنت بادر، أنت فكر، أنت أفكارك حافظ عليه عشان أنت ممكن تنجح من خلاله. شوفوا بحط لكم سناب أبو عبد الله. وأي واحد عنده إرادة بيكم تشغلونه. بعد ما بتشغلونه. حياهم الله. حياهم الله. أيوة. حياهم الله.